مساء الفن والفناتق مساء عليكم في حلقة جديدة من رأيكم شباب هذه انطلاقتنا في ساعة مليئة بالأخبار الفنية والامور والمفاجات اللي محضرينها لكم في حلقه اليوم مساء الخير صالح مساء النور فاطمه ومساءكم خير وسعاده وناسا من خلال الراي وبرنامج رايكم شباب انتهى عيد الاضحى المبارك الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله كل سنه بالصحه والعافيه ورده الدوامات معنا في ناس وايد غايبين بس المهم ان احنا ابتدينا يوم جميل وجو نعم. احلى صح. آه وان شاء الله جونا اليوم من خلال رايكم شباب وايد حلو فتواصلوا معنا من الساعه 6 للساعه 7 نعم اكيد اجواءنا جدا ممتعه صالح من خلال فقراتنا المتنوعه راح ننطلق معاكم في مجموعه من الاخبار الفنيه الحصريه في رايكم شباب نعم بالاضافه الى موضوع الحلقه لليوم راح نتكلم عن اجور الفنانين والفنانات في الكويت مقارنه بالنجوم العرب والنجوم العالميين راح نتكلم عن هذا الموضوع ونعرف نعم. ليش اجور الفنانين في الكويت والخليج اقل أو يعتبر سعر أدنى من نظرائهم في دول الوطن العربي نعم. أو العالم. نعم أكيد موضوع جدا حساس خاصة أنه يمكن قاعد نشوف في الوطن العربي الأقرب منا أو في أوروبا وأمريكا أجورهم توصل للملايين والآلاف أكيد احنا ناطرين آرائكم من خلال صفحتنا في الفيسبوك فيسبوك دوت كوم أيضا من خلال صفحتنا في التويتر @رايكم إس. نعم او من خلال الارقام التي تمر قدامكم على الشاشه ايضا ما تخلى حلقه من حلقات برنامج رايكم شباب من وجود الضيوف عشان كذا اليوم ضيفتنا اعلاميه مذيعه وممثله فاطمه العبد الله الجميله راح تكون معنا عشان تكلم عن اخر اخبارها الفنيه ومعروف عن فاطمه انها هي جريئه يعني وصريحه وتتكلم بكل صراحه وجراه فراح اليوم نكشف الكثير من الامور والخبايا مع فاطمه العبد الله نعم اكيد حتى لقبها مثير للجدل جدا باربي الكويت والخليج فاطمه العبد الله راح تنور معنا في استديو رايكم شباب ننطلق صالح نعم. مع الاخبار الفنيه اللي محضرينها لكل اللي قاعد يتابعونا في حلقه رايكم شباب الفنيه نعم اولى اخبارنا الفنيه طبعا من الطبيعي ان احنا نتكلم عن الحفلات التي اقيمت على مستوى الوطن العربي في خلال عيد الاضحى المبارك طبعا جمهور الخليج كان على موعد مع عدد من الحفلات بمناسبه عيد الاضحى واحياها مجموعة من النجوم مثل ملحم زين وفارس كرم وماجد المهندس ورابح صقر ونهوة نعم كانت هذه الحفلات في فندق الانتر في دبي في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك افتتح الحفل الفنانة اللبنانية الجديدة على الساحة الفنية العربية نهوة هذا الحفل قدمت فيه مجموعة من أغانيها في ألبومها الأخير والجديد وبعض من الأغاني المشهورة وسط تفاعل الجمهور اللي تفاعل معها بشكل جدا 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 كبير التفاعل هذا زاد مع فارس كرم اللي ألهب الجمهور اللي كان متواجد في القاعة وكانوا جدا متحمسين لهذا الفنان لأن أغانية لبنانية وفيها دبكة وسوالف وحركة أكيد. وحيوية وبعد ما خلص شاف ملحم زين وكان سلامهم جدا حار مع بعض نعم يعني صعد على المسرح الفنان ملحم زين وكل الجمهور كان متوقع ايضا انه يطل على جمهوره في هذا الحفل في اغاني اللبنانيه اللي يكون فيها دبكه واغاني جبليه لكن افتتح وصلته في اغاني رومانسيه اللي ايضا تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وكمل بالدبكات اللبنانيه واختتم الحفل في نفس اليوم الفنان السعودي الشهير رابح صقر ايضا لما طلع رابح على المسرح او على الستيج لقى تصفيق كبير نعم. من قبل الجمهور وتموا يرددون اغانيه حتى ساعات الصباح الاولى وممكن من اشهر اغانيه في منتهى الرقه سهرتنا هالليله الله اكثر اغنيتين اعرفهم حق رابح رجل. نعم اغانيه اكيد مشهوره وفي أي حفل يكون ما شاء الله الجمهور مفول في صلاته أما في ثاني يوم صالح كان الحفل والجمهور بموعد مع يعني الفنان برنس الغناء العربي ماجد المهندس اللي طلع على جمهوره بأغاني من ألبومه الجديد أنا وياك وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور وهذا كان ثالث يوم وثاني يوم في عيد الأضحى المبارك كان متواجد الفنان ماجد المهندس في حفل خاص لجمهوره في كويت. صحيح من ماجد المهندس وحفلات العيد إلى الفنانة المصرية النجمة أنغام طبعاً رجعت مرة ثانية أنغام للتصوير. مسلسلها اللي ما انتهت منه نعم. وتوقفت بفتره عيد الاضحى اللي هو مسلسل في غمضه عين اللي يعتبر اولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونيه، طبعا هذا المسلسل وايد صار عليه لغط وكلام لان بداوا تصوير من الصيف على اساس انه هو يكون نعم. في رمضان بعدين وقفوا والحين رجعت مره ثانيه تستانف تصوير المسلسل. نعم، يعني على صعيد اخر بالنسبه لاخبار الفنانه المصريه انغام يعني لا زالت مهتمه باغانيها رغم انشغالها بالاعمال الدراميه التلفزيونيه وقاعد تجهز لجمهورها اغاني جديده في البوم من نفقتها الخاصه وانتاجها الخاص البوم راح يضم اغاني جدا مميزه هي في صدد اختيار الملحنين والكلمات لهذا الالبوم وان شاء الله راح تطلقه لجمهوره وينزل الاسواق في عام 2013 يعني السنه الجايه ان شاء الله في انتظار هذا الالبوم نعم جود لك حق انغام والكل ينطر اغانيها المميزه انا وايد احبها بالخليجي لما تغني الاغاني الخليجيه جالت تحفنا باغاني خليجيه هم اذا نرجع نتكلم عن الدراما التلفزيونيه مع انغام فهي رفضت وايد اعمال دراميه ومسلسلات تصل الى العشرات في الفتره الاخيره ولكنها وافقت على مسلسل في غمضه عين ولكن يعني احدى اهم تصريحاتها ان الثنائي او البطله اللي قدامها هي داليا البحيري النجمه المصريه وملكه جمال مصر تقول انغام في اكثر من لقاء تلفزيوني وايضا ضعف انه ما في كيمياء بينها وبين داليا البحيري وأنها عانت شوي من المشاكل ولكن إن شاء الله ينتهي المسلسل هذا على خير إن شاء الله يعني ينتهي على خير ونشوفه على شاشات التلفزيون أه ننتقل الحين من مصر إلى لبنان ومع النجمة اللبنانية والمطربة اللبنانية نانسي عجرم اللي أعلنت شركة فونتيارا براند في مؤتمر صحفي خاص عقد في دبي عن تسمية الفنانة نانسي عجرم سفيرة لمنتجات ألين في الشرق الأوسط وهذه المنتجات اللي دائماً تهتم في توعية النساء بخطورة مرض هشاشة العظام اللي تصيب 30% من النساء في المنطقة الشرق الأوسط طبعا وأعربت الفنانة نانسي عجرم عن قلقها من هذا المرض لأنه يستهدف أو يصيب النساء من عمر 25 ل 40 سنة ايضا قالت نانسي انها راح تعمل على توعيه الناس من خلال المؤتمرات والنشاطات الرياضيه باهميه تناول هذا المنتج اللي هو الانلين مرتين <applause> يوميا لان هذا المراه يسمى مثل ما يعني السيرش اللي سويتها نانسي لتوعيه النساء والفتيات في الوطن العربي انه هو يسمى بالمرض الصامت نعم. بمعنى انه يصيب المراه من غير ما هي تحس عشان كذي لازم تقي نفسها منه وبالنسبه حق الحمله التوعويه او تصوير الاعلان تقول الحين ما ما بتدت في تصوير الاعلان والحين ما تعرف التفاصيل الخاصه بالاعلان فانا اشوف بصراحه رساله وايد حلوه صح وجديده ويمكن كثير ناس ما ينتبهوا لها اللي هو مرض هشاشه العظام فالله يحفظ الكل ان شاء الله اكيد الله يحفظ الكل اذا بنتكلم يعني صالح عن اجرها من هذا الاعلان <applause> اللي هو مرتبط يعني ارتباط قوي في موضوع حلقتنا اليوم اكيد صح. خذت مبلغ وقدره يعني طبعا آه كونها يعني يمكن ببلاش مستحيل مستحيل يعني لو بنقارن مع الاعلانات اللي تكون آه للفنانين والاعلاميين خاصه عندنا في الكويت يكون ماكو وجه مقارنة يعني طبعًا. يكون جدا أه تكون اقل أه هناك ياخذون في الملايين رغم انهم ايضا في منطقة الشرق الاوسط هذا لو نقارن بعد مع اوروبا وامريكا ما يكون في وجه تشابه لان هناك ملايين اه. ياخذون الفنانين وهذا يمكن اللي شوي يحسس فنانيننا في والاعلاميين في الكويت بالاحباط يعني نعم. أه مهما كان الماده يمكن نقول مو مهمه مو مهمه بس مقارنة مع نظرائهم المفروض يكون في تساوي على الاقل. نعم عشان كذي هناك الفنانين يطلعون صح لان لما ينصرف على الفنان هم يعني النظرة الغربية للفنان في انه هو مثل منتج نكون واقعيين او سلعة يجب ان يسوق لها بشكل كبير وعلى اساس العالم كله يحبه، فيكون معاه انا ما اعتبر مع شخص ولا شخص احس انه معاه مدرسة كاملة تهيئه للظهور والاطلالة على الجمهور بشكل كامل. لا. بالنسبة حق اسعار الفنان انا مستغرب من شيء ان شكرا. احنا كمعيشة كمجتمع كويتي وخليجي يعني المعيشه عاليه نعم. بالنسبه مثلا حق الدول الاخرى او دول الوطن العربي او دول العالم، فالمفروض ان اسعار الفنانين تكون موازيه عاليه، نعم. بس اعتقد ان السبب ان اجور الفنانين قليله انه ما في نقابه، ما في وزاره او هيئه تجمعهم كل ابوهم بحيث ان هم يكون لهم اسعار عاليه او اسعار محدده على حسب مثلا انا احس ان اللي يسوون نقابه مثلا على حسب تحصل مثلا دراسه اذا كان خريج معهد او خريج تمثيل إيه؟ واخراج مثلا او عنده تخصص جامعي او خبرة والخبره ايضا تلعب دور الاعمال القويه اللي يكون مثلا ضرب من خلالها هني ممكن تحفظ حقوق الفنانين الماليه نعم يعني نقدر نقول شوي الفنانين عندنا في الكويت مظلومين من ناحيه الاجور صالح؟ شلون مظلومين الفنانين والاعلاميين إيه يعني شوف وايد مظلومين بعدين ترى الفنانين اللي صار عندهم لبس وشعر يمكن ساعات ترا يصرفون من جيبهم اكثر من ما قاعد ياخذون يعني آه الريع المادي اللي قاعد يحصلون عليه او الفيدباك من الماده بس عموما الله يعين الفنانين ان شاء الله ونتمنى ان تتعدل هذه الامور ويطالبون الفنانين لو يكون في نقابه لهم وحتى الاعلاميين هذه النقابات اللي تطالب في حقوقهم خاصه الماديه وتحفظ هذه الحقوق وحتى لما يكبرون يكون مثلا لهم راتب تقاعدي لان من بعد مشوار طويل وخبره طويله في هذا المجال الفني شنو اذا وقف عن التمثيل او صحته ما ساعدته ان يقدم صح. برامج او ان يمثل في مسلسل مم. من وين راح يسترزق من وين ياكل لقمه عيشه او يوفر حق نفسه الامور الماديه مثل ما قاعد نشوف مثلا مع الشحروره صباح صح. يعني في بعض الاشخاص او رجال الاعمال تكلفوا في ان ينفقون عليها مم. لو كان في لها مثلا راتب خاص تقاعدي لاي فنان فهذا شيء راح يحفظه ويعطيه دافع اكثر أنه يعطي بشغل لأن المادة جدا مرتبطة في العطاء خاصة الفني والإعلامي مثل نعم. ما الموظفين العاديين قاعد يطالبون في كوادر لهم هم يزيدون رواتبهم أيضا صح. الفنانين مفروض يطالبون في كادر صح وبعدين الفنانين ترى يعني يدفعون ضريبة وايد غالية بالضبط. الشهرة والجمهور وطلعة التلفزيون والإضاءة هذا يخرب الشعر والبشرة وممكن لازم الشكل يطلع بيرفكت أيضا أنا من الملاحظات اللي ملاحظها إن هني أوكي خلينا نكون واقعيين الفنانين الكبار عندنا في الكويت يعني أجورهم بدأت تصير عالية يعني يعني الفنانين الكبار حسب معلوماتي ممكن يأخذون على العمل من ستين ألف إلى سبعين ألف وتشز يعني very good بس الشباب هم اللي مظلومين الشاب لما يطلع حتى لو ينجم دائما ما يحبون انهم يقللون من اجره صح. بما انه هو شاب في الغرب لا عادي من اول أيه. فيلم ومن اول مسلسل ممكن يوصل اجره ل 20 مليون دولار ويعطونه علشان يطلع كنجم يعني يكون عنده امور ماديه انه يطلع حق الناس ينظم مثلا لوكا يطلع بشكل يكون عنده عنده فلوس ممكن حتى يجري بعضهم مثلا الابتسامه الهوليووديه هذه يعني تكلف هناك في في امريكا يعني مبلغ كبير حتى عندنا في الكويت تكلف هذه الامور كبيره تسريحه الميك بالشعر الشعر اللبس لازم الفنان يطلع يعني يكون مواكب للموضه يلبس براندات يعني عليها القيمه على قولتهم. صح بس اذا هم بنقارن ان بامريكا ترى صالح في هوليوود هذه مهنتها التمثيل بس ما عنده شغله غير شغلة التمثيل وت يعني ولان ليش هو مخليها يعني شغله اساسيه لان تدر عليه بملايين ملايين ملايين الدولارات اما عندنا في الخليج في الكويت لا يكون عنده وظيفة مساندة صحيح طبعا ويمثلون فيلم واحد بس السنة بالسنة ممكن أو فيلمين إحنا مساكين مثلون أربع خمس أعمال ومو لاحقين نعم أكيد إحنا مكملين في فقراتنا الفنية في حلقة اليوم وبانتظار ضيفتنا فاطمة عبد الله اللي راح تنور استديو هنا من بعد هذا الفاصل تستديو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب من خلال الحلقه الفنيه على الهواء مباشره ونبي تعليقاتكم واسئلتكم حق ضيفتنا على ات رايكم اس في التويتر طبعا ضيفتنا من مواليد 26 اكتوبر ما راح اقول السنه هي راح تقول السنه وتنتمي لبرج الميزان يعني خالف تعرف ممثله مذيعه وقدمت العديد من البرامج الفنيه والحواريه صريحه جريئه وتعرف عدل شنو اللي هي تبي وتعرف هم من شلون تحصل على اللي هي تبي معنا الفنانة النجمة الجميلة فاطمة عبد الله يقولون الأحمر ما يغرز بس اليوم التشويتي ما يغرز حبيبي <applause> <applause> تسلم صالح أنت تعرف رأي فيك تعرف أم سعادتي بوجودي معك فاطمة مساك الله بالخير مساك الله بالنور نمسي طبعا جمهور الراي بكل خير ونقول لهم عيدكم مبارك يعني معناه بتويتر يعني مو مقصرة يعني بس المهم بدام بلشتي في العيد وعايتي على جمهورك من خلال حلقتنا اليوم شلون كان معك العيد شلون قضيتي البيت يعني البيت جيد البيت؟ كان اي دفء الاسره <applause> نفس الجروب عرفت ويوه العائليه هذه بيت اخوي بيت امي بيتنا دفتي عدل اي هذا صار إشباع الاسره اي وكل يوم اعطونا عيديه كل يوم اعطونا فل... عيادي يعني لا خذيت عيادي خذيت إيه واللي ياخذون عيادي اكون وراهم عرفت <applause> ناطره إيه فالعيد حلو عموما بالكويت بس زحمه زحمه يعني. يلا نعم. ينعاد عليك ان شاء الله بصحه وعافيه حبيبتي لا جدا مستانسين ان انت موجوده اليوم معنا لا والاسهل الطوم <applause> ان احنا وشفت فاطمه اليوم معنا إيه؟ واحده غدن انها مذيعه اي <applause> إيه؟ لا داير داير, <تصفيق> داير. <تصفيق> ف يعني مذيعه فسهل الكلام معها <applause> ونفهمها وتفهمنا, وتفهمنا بشكل <applause> سريع احنا اليوم موضوع الحلقه كان عن اجور الفنانين والفنانات في الكويت والخليج مظلومين صح زين هو بتقول مظلومين لانه مو بنقر يعني إيه لا هو شوف في تتكلم عني ولا تتكلم عن الفنانين؟ عنك وعن الفنانين، أو شيء انت راضي عن اجرك؟ اي انا الحمد لله، يعني قاعد اخذ ما استحقه، ليش <applause> تطالعني <applause> فيه؟ <applause> عشان مشكلة لان, مشكلة لأن في أمتش في أمتش سؤال جاي، يعني انا راضي عن اجري والاهم وأه... من ذلك ان انت لما تتفق على اجر تاخذه. لان في الكثيرين وهذه نقطه يعني يمكن لازم نثيرها ما ياخذ الدفعه الأخيرة, <applause> الاخيره. صح الدفعه الاولى فقط فانا اوكي تتفق معي على مبلغ عطني اياه صحيح. ايه لا تعور قلبي بعدين صارت لا خلاص فاطمة لا الحمد لله انا من يعني الفنانين اللي بالفعل يعني ما حد كان حقي ماديا يعني هم يقدروا ما <تصفيق> <تصفيق> قلت ما شيء بالمقدمه هي تعرف اللي هي تبيه وتعرف تحصله هذا كان قبل الحين كبرت يعني صار اكثر اي لا صار لا ما قمت اعرف ايش جبي وشلون احصله وشي صرت أكثر خاطر والله صرت بريئه وشي لا اي هذا المفروض العكس لا لا كبرت دايماً ودبرت يعني اللي يدخل هذا المجال تتغير شخصيته يصير اشرس صدق إيه؟ صار معك هالشيء فاطمه؟ بس مشكله الناس الطيبه من الداخل هذيل غلطه الشاطر بألف 1000 فاوكي انا شرسه 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 وقدع وما شنو بس تلاقيني على شغله ويش كل هذا راح <applause> ف لا ما قمت اعرف اخذ اللي ابي يعني ما قمت يعني ما قمت ادري شنو ابي يعني لا صحيح اي خليتها شيء على البركه ماشي, لا ماشي لا اليوم احنا خلاص مركب شباب ونعرف انت ايش اللي تبينه ايه ايه انا قاعد احاول اكسر خاطرك عرفت انا احني انا عارفه اذا قلت تشب اجرك تجاوبين ولا لا اجاوبك بس بعدين في <applause> بعد مو فيس تو فيس خلاص انا احترمها انا كنت جريئه وصريحه بس مو بالفلوس الفنانه الوحيده تقولين انا اخذ على الحلقه كذي مو بالفلوس ابدا ما اعرفك. اه اوكي. اوكي. عرفت. الجامعة اقلبي. يعني فاطمه ما شاء الله تنوعتي في يعني فنك في تقديم المسلسلات وايضا قدمتي برامج فنيه حواريه، وين تلاقي نفسك اكثر؟ وين فاطمه تشوف نفسها في التقديم ولا التمثيل؟ لا التقديم اكثر، عشقي. صحيح ان السنتين الاخيرتين هذيل احس اني انكبيت بشكل اكبر على الادوار قمت مثلا ادرس الدور احفظه حسيت ان هي صارت بروفيشن اكثر من ما هي هوايه كتمثيل فقمت يعني اعطي وقت وجهد للشخصيه اكثر بس عشقي تقديم نعم يعني اللي اللي يجرب التقديم اول شيء خلاص يسري في العروق أيه. صح مهما مثل مهما غنى مهما مهما, مهما, مهما. يعود الى التقديم انت ابخص التقديم. يعني إيه صح؟ انت ابخص لانك تجارب ما التقديم <applause> ايضا فاطمه ما شاء الله انت خريجه علوم سياسيه من جامعه الكويت فعندك باك جراوند سياسي كبير يعني انا احس فيه واعرفه ليش ما تخصصتي في البرامج السياسيه الحواريه وكنت فنيه هل ممكن كنت ممكن يعني لا سمح الله الحين علاش قضايا لو انت تخصصت سياسه <applause> اي اي عاد صدق لان انا بالسياسه وايد اعصب لما تناقش فما انفع اصير محايده كمذيعه وبعدين انا بما ان درست السياسه ارضاء لوالدي واللي ما رضى بالنهايه بالاخير هم رحت اعلام زين فحاولت اني ارضيه وهذا مو طموحي ولا يعني مو شيء استسيغه لا لا ابدا 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 والوضع السياسي بالكويت يعني بائس بصراحه فيتعب القلب أم اوكي راح زياده شلون؟ راح تضعفين زياده لا انا مو ضعفانه لا ما شاء الله بس إن لان هذا مبينني ضعيفه لان ازرق وشي فانا متعمده اي اي يعني خلال البس ابيض وتشوفون ما <applause> داعي للفضاية ف قدمت سياسة على فكرة أول ما دشيت تلفزيون الكويت قدمت مساء الخير الكويت وبرنامج ذو وزن ثقيل يعني مدة شهرين الاجتماعي. اي وبس ما حبيت السياسة قدمت بالشاهد أيضا برنامج الديوان مدته ثلاث ساعات يوميا على الهواء هم سياسي اجتماعي ما لقيت نفسي فيه أنا إذا مو فن ما احب يعني ما تلاقيني اعطي طاقتي أدي لاني انا حروفي صح التشكيلي وتنويني صح بس انه اقدر اسد المكان بس مو اللي احبه ما اي بكل نشاط مثلا اليوم انا جايه من وقت وشي انه مستانسه انه بكون بلقاء فني لو كان سياسي لا يعني هل تعتقدين لو كنت في برامج سياسيه ما كنت راح تنجمين او ما حد في البرامج المنوعه والفنيه الجمهور يطالعها اكثر. <applause> هذا جانب هذا جانب الانتشار انا ابحث عن الانتشار يعني والشهره. أه ها حق سؤال ثاني انصدم انا قايلتي كذي فابحث عن الانتشار والشهره والبرامج السياسيه ما تحقق لي هالطموح. تعجبني جرأتك الصراحه. اشكرك طال عمرك. واحترمها. واضحه. وشفافة عشان كذي كلامك يوصل لي ان شاء الله قلوب المشاهدين بشكل سريع وانت وياي وانت واتو مستانسه واحنا بعد مستانسين اوكي يعني خاصه ان انت مقابلتنا يعني نفس القاعدة ترى نفس القاعدة. كذي نفس نفس باختلاف الالوان باختلاف الالوان والمحطات نعود شوي الى السابق ونشوف ذاكرتك يعني انا ادري انها ذاكرتك قويه يعني شنو ابرز حدث صار لك بعام 2010؟ ايش رايك بعام 2010؟ ككل اعوام حلو انا ما ادري انت شنو تقصد بالضبط شنو مخاش لي مفاجات انت يعني حسب ذاكرتك شنو ابرز شيء صار بعام 2010 يمكن تقولي شيء انا ما ادري عنه عرفتي عن حدث صار ب 2010 فني ولا عائلي لا عائلي وفني كيف <applause> لا انا بجاوب على الديمقراطيين 2010 عائلي إيه. آه ما ادري صالح شنو انت عندك قول؟ لا هو شوفه يعني اذا انت ما تحبي تذكرين الموضوع احنا لا اذكر اذكر ايه؟ قول شنو قولي طلاقت صح كان 2010 ولا انا ذكرتي شوي خاينه لا هي كانت إن لا كان مفروض اني انا اتزوج ب 2010 وتم الغاء الزفاف اوكي خلينا من الزفاف الطلاق كان باي سنه أه لا احنا راح ندش الحين بلويه <تكلم> 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 ولا ناسيه تصدق ناسية إيه؟ أنا قاعد أسألك أنا, أنا ولا تبي تنسي؟ أه ولا نسيتي؟ ولا لا هو شوف يعني أي تجربة في حياة الإنسان الواحد يستفيد منها. أه 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 بس إنه وينس ينسى الألم النفسي أه بس ما ينسى الدروس. زين صراحة. تضايقين من تنياب هذه السيرة؟ تضايقين أه من الداخل من, من سيرة الطلاق؟ أي طلاق أنا ضده. <applause> اي طلاق يعني رغم ان انا الظروف اللي مريت فيها كان لابد ان يعني اتطلق الحل على زواج استمر 13 سنه كان صعب تخيل لو اسالك شنو الظروف بس ما راح اسال طبعا <applause> لا عادي اقول اقول اقول, أقول. خيانه ما عندي مشكله جواب فيعني هي المشاعر السلبيه هذه <applause> لازم تحللها وتلغيها من حياتك ولا <applause> تتعب اي فبما اني انا مزدهره <applause> أيه؟ انزين واكتب انت كنت صرتي احلى بعد وما اي 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 إيه صلح اي كمل صرتي <applause> 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 احلى واكثر نجاحا بالضبط 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 شكرا لك الله يوفقك ان شاء الله نتمنى لك كل خير اكيد فاطمه يعني عاده نفرح أن... فيكم ان شاء الله يعني إن شاء الله انا ما يكتب. سالتكم متى زواجكم آه لا بعد عمل ممكن نكمل فاطمه عاده الفنانه او الاعلاميه تكون متحفظه في حياتها الخاصه والاجتماعيه ودائما لما تنسال هذه الاسئله تقول حياتي الخاصه خط أحمر ليش أنت تجاوزتي هذه الخطوط مع الوسائل الإعلام مع الصحافة صار خط شويتي اليوم ايه. لا صار مو خط أصلاً لأنه ما عندي شيء اخجل منه واخاف منه في حياتي، يعني ما سويت اشياء دائما اللي بتخشينه او اللي هذا اوكي صح ان انا ما ابي الناس تتدخل زياده على اللزوم وتسالني تفاصيل صحيح هذا نعم. يعني لانه يبقى لي حياتي الخاصه اللي ما بينشر بي الغسيل يعني على الملا. نعم. بس انه انسال ليش او طلقتي او تزوجتي او ليش عدتي التجربه او ليش نعم. حبيتي او هذا انا لما سويت هالشيء كنت مقتنعه فيه. نعم. وبما اني مقتنع فيه انا اكون بالنور انا ما عندي شيء سيكرت فاحب اشارك يعني جمهوري واحب اشارك اهلي بفرحتي بحزني دعم. يعني لهم حق علي ان يعرفون هالشيء وبالنهايه انا انسانه اهم واثقه بنفسي واثقه اني انا ما سويت شيء غلط ف اوكي okay. خلي الناس تعرف يعني دعم. شو مشكله ليش اسال وما اجاوب يعني صح واثق الخطوه يمشي ملكا وبالنهايه انت شجاعه وصريحه واحنا نحيي فيك شجاعتك وصراحتك في شيء خاشه لا بعد الفاصل راح <applause> في اشياء خاشينها اي ما يمدح عبطا في اشياء كثيره مع عصفورتنا اليوم اللي منورتنا كنت تغني العصفوره بعد شوي ما يمكن وتصدح هني في استديو برنامج رايكم شبابنا بالتعليقات والاسئله راح نقراها ان شاء الله تباعا على ضيفتنا من خلال ات رايكم اس لتويتر فاصل ونكمل باقي فقرات برنامج رايكم شباب مع فاطمه عبد الله رجعنا لكل احباب رايكم شباب ورجعنا لضيفتنا في الاستديو الباربي فاطمه العبد الله فاطمه ايش قصه اللقب <applause> ما حبيت من قلتي حسيت طقتيني هذه كانت بزنس بحت كان في بدايه ظهوري كنا مسوين دمية عربية اسمها فطوم وليست باربي التسويق هي يعني كان شيء تجاري ما له علاقة بالفن بس أنا حلو. سوقتها لأن أوريدي هي يعني احنا مسوين شوي ملامحها كملامحي <applause> فاستفدت منها أني سوقتها كإعلامية لزيادة المبيعات فصارت أنه صار مثل البالانس يعني هي حلو. فادتني وأنا فتها بالنهاية صار أنه أنا الباربي <applause> باربي يعني. باربي باربي فانا غار ما يصير لازم هي فطوم صبغت شعري من الاشقر الى الاسود وهذا كان سالفه التسع علشان يوخر اللقب عنك إيه؟ ما تبينه؟ اي صار عليه خلاف صح؟ مو خلاف يمكن سوء تفاهم لانه كانوا في كثير من الاعلاميات والفنانات كانت باربي الكويت باربي العرب باربي الخليج باربي الشاشه ففي اكثر من اعلاميه وفنانه كانوا باربي انا ما لقبت نفسي في هذا اللقب البعض زعل انه ليش فاطمه عبد الله صارت هي الباربي انا ما اشوفها لقب يسوى ان احنا نتهاوش عليه يعني صح. فمن ارادت انها تكون باربي فلتكن باربي و... ورامبو وسبايدرمان <applause> وكل شيء يعني في <applause> الدنيا ومراكو <تصفيق> وفلونه <تصفيق> انزين بس لا هالايام احبه لا حد ياخذه بليز انزين انا اعرف انه في واحده سنوايت كل الشخصيات الكرتونيه اخذوهم ما شاء الله وعصافير اها وماشيين على الكل احنا معنا فاطمه العبد الله اليوم شكرا نعم. هذا الاهم لان النجوم يوصلون بالكاريزما الخاصه فيهم وليس في الالقاب صحيح شوف انا شو قاعده امدحك وهذا كم عمرك؟ عندك 35 سنه ما <applause> شاء الله العمر اول فنانه كلها. يعني امراه دائما البنات او النساء يستحون انت عادي تقولين عمرك؟ اي مو قلت لك انا ما نحسب على الجنس الناعم ما نحسب آه. عليهم لا <applause> فاذا كان هذا يعني يقلل من انوثتي انا عمري 35 فانا 35 لا, لا العمر كله فاهمه لو بعد كم سنه تنسالين يعني بعد نعرف نحسب يعني لها نعرف نحسب لك خلاص قاعدين يعني 77 نعرف مواليدي فما ما ينفع تشذب بعدين لا حلوه الصراحه وتعجبني يعني صراحتك وجرأتك هل, هل هذه الصراحه والجرأه سببت لك مشاكل خاصه في الوسط الفني لا بالعكس فادتني وايد لما يطلع حكي والله فاطمه عبد الله اللي قايله الناس هيترد وفاطمه عبد الله ما تحكي من وراك صحيح فيكون معروف ان انا مو مالت تنقل حكي وانا مو مالت اني بكلام واروح احارفه بكلام ثاني انا صريحه الشيء اللي يصير قدامي انا حقانيه حتى في البيت يعني اذا حتى يعني ابوي سوى شيء غلط مثلا اقول لا يبا انت غلطان. يزعل لا انت غلطان، خلاص انتهى، فانا حقانيه يعني مرت اخوي واخوي، ما اصير مع اخوي ضد مرت اخوي، لا اقول اخوي غلطان. فانا شيء انسانه حقانيه ما احب اشهد لك بشيء انت ما تستحقينه كذي انا كذي. نعم. نعم، حلو احنا مكملين معاك الحوار الشيق اللي انا بالنسبه لي حوار ممتع جدا لانه وايد يكون الحوار سهل مع الناس الشفافه اللي قاعد بكل صراحه وما عندها مشاكل اوكي متصالحه مع نفسها إيه؟ عشان الحين راح نشوف الفيديو إيه؟ فيديو شهير نادل اشهر نادل. فيديو اللي هو يعني يمكن الكويت والسعوديه والخليج والوطن العربي كله شافوه على اليوتيوب ونسبه المشاهده جدا عاليه يا ترى شنو هذا اليوتيوب خلينا الحين مع بعض خلينا <applause> نشوفه ما قدرت اقراها وما خلينا نطلع أه اف <applause> بس رحل. خلاص نعيده لا هو اعتقد الناس وايد نعم. آه، ذكرناهم فيه طبعا الطيحه وايد قويه آه، فاطمه صار لك شل... اصابات طيحه يعني اصاب اي عورني بعدين الحين حسيت بالعوار ايضا قصه الغماء هذا طحت قشانه على الهواء كنت اصور صعب المنال انا فيني انيميا ولازم اكل الحبوب حديد وتدري ظروف التصوير لازم تطلعين من الساعه 8 الصبح 9 أنت باللوكيشن وعقبها كنت اطلع اروح سكوب عشان ابث على الهواء لا. وارجع لوكيشن مره ثانيه ارد البيت خلاص هلكانه ما اتذكر اني لازم اكل حبوبي ف استمريت على الوضع اسبوعين ثلاثه لغايه ما طحت ويومها كنت مزكمه يعني كان فيني انفلونزا بدايه انفلونزا والكل نصحني قبل لا اطلع لا تطلعين لا تطلعين حتى لما قمت وشفت المسعفين وشفت الاكسجين وهذا كان اقول حق المخرجه قلت لها فطوم انا طحت على الهواء كانت تقول اي قلت لها يعني الناس شافوني انا طحت كانت تقول اي زين الحين ممكن اطلع اقول حق الناس كانت تقول لا تطلعين قلت إيه لها اي اطلع كانت تقول كذي إيه سويت كذي إيه الحواجب صارت والكحل كانت تقول الحين طلعي طبعا اكيد ما راح اطلع يعني المكياج يعني نعم بس نعم الموضوع تعتبرينه ايجابي كان ولا سلبي؟ والله لا ردود افعال ايجابيه اكثر من السلبيه. يعني. شو؟ اي اي سوى بزاني. شغل معروف انه طاحت. انا إن معك لاني انا انقل ما يقال وليس صحيح. ما اقوله انا لان انا عارف انه هي فعلا مم. <applause> عفوا حالة اغماء انت مريتي فيها واي فنان ترى واي انسان مثل ما في ناس وايد يغمى علي في الشغل في الدوام احنا بشر يعني العمل ممكن الانسان يصاب بحالة <applause> اغماء ولكن قيل انك كنت متعمده آه شو اسمه آه ان انت تسوي روحك انه هو مغمى عليك على الهواء وفي برنامج طلع قلدك ميبلوشي مع منافع بدالي طبعا اكيد لما قالت قالت والله لو عذلت عرفت اياها بس ما في ولا لما طلعت قالت مخرج اوكي كذي اعيد الاغماء ولا اوكي شنو <applause> الرد؟ شوف هذا شيء ايجابي يعني هم وصلتهم <applause> شوف انا ما الوم الناس لان امي لما رديت البيت انت من صدق طحتي ولا انا على بالي تمثلين؟ <applause> حتى امي اي <applause> يعني امي امي على بالها اني انا انا وايد يغمى علي بس انه <applause> <بالصفيق> إيه لا اي صدق يكون اي العوار اللي تعورته ما يسوى صراحه ان انا يعني الصوت يعني يعني يكون مفبرك قوية. ممكن ممكن اطيح بال بالفاصل سو روحي طحت وبعدين نعلن بالجرايد يعني ان طاحت ايه اثناء التصوير هذا بس لا هذه كانت غماءة حقيقيه للاسف الشديد زين ما احب اشوفها صدق قلبي يفز يعورني اي بس انا متعوده على الاغماء يعني عموما تشوفين شر ومعالجة ان شاء الله الا الصحه والعافيه ترى عقبها ما طحت ولا مره الحمد لله الحمد لله ما يغمى عليك لا لا ما تلحقوا بك صدقني عقبها ما طحت يعني شفت الحين ونضبط الامور اكيد دائما احنا نهتم بصحتك إن دائما تطلين على جمهورك وانت يعني باحسن ان شاء الله حالاتك وعدتيني بكوفي ما الحين صدقين بعد الحلقه عشاء عشاء؟ <applause> <applause> كامل اوكي عاد انت اللي ان معنا العشاء <applause> ان شاء الله ان شاء الله معنا الحين اتصال مع مديره العلاقات العامه في مسلسل هوامير الصحراء <applause> الاستاذه امال بوزيان مساء الخير <applause> استاذه امال الو الو مساء الخير اهلا وسهلا حبيبتي فطوم اهلا اليوم ما فطوم انا وضيفتنا فاطمه العبد الله. امال مساء الخير اهلا وسهلا حبيبه قلبي اخبارك كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة وانت بصحة وسلامة يا الغالية اخبارك ان شاء الله تمام بخير بشريني عن اصداء هوامير الحمد لله والله انا سعيدة بسمع صوتك ومنورة ما شاء الله على قناة نعم الراي حبيبتي تسلميلي نعم كلامك وايد حلو اخت امال واحنا سعداء بان احنا قاعد نسمع صوتك نبي نعرف مسلسل هوامير الصحراء هذا المسلسل السعودي الخليجي اللي حقق شهرة كبيرة <applause> أه شلون الاختيار على أه يعني بنيتنا واختنا فاطمه عبد الله من الكويت انها تشارك في هذا العمل؟ والله اخت فاطمه عبد الله فنانه كبيره جدا وما شاء <applause> الله عليها <applause> كبيره بفنها وكبيره باخلاقها وهذا اهم شيء <applause> نعم. فكانت ارقى انسانه يعني مع احترامي لكل الفنانين بس <applause> ارقى انسانه في التعامل والثقافه يعني انسانه بتاخذ العقل انا حبيتها بجنون يعني نعم من حبيبتي تسلمي لي امال اشتقت لكم ان شاء الله نجتمع في الاجزاء الجايه هذا اللي بساله إيه بس استاذه امال ان شاء الله في الاجزاء الجايه راح يتم اختيار الفنانه فاطمه عبد الله في مسلسل هوامير الصحراء ان شاء الله ان شاء الله اكيد وهذا اللي معتمد عليه الاستاذ عبد الله العامر نعم. انا ما اتكلم باسمه هالحين لكن انا ك فرد من من فريق العمل ونتمنى ان شاء الله التعامل مع الاستاذة فاطمة العدل لانها عن جد عن جد فنانة وإنسانة دوحي صمرها في يعني فنانة أنجد نعم. حبيبة قلبي تسلمي لي أمول وبوسي لي, لي صغيرك وسلامي لزوجك يعني أتمنى أسمع صوتك وأشوف طلاتك كثير على التيفي إن شاء الله بعد الهوى بعد الهوى بين <applause> إن شاء الله أكيد حبيبة قلبي شكرا <applause> نعم. شكرا يعطيك ألف عافية أخت أمان مديرة العلاقات العامة بمسلسل هوامير الصحراء يضمننا <applause> نعم. رفع الأجر <applause> اه اوكي كان قلنا لها كان <applause> خلينا اذا شفنا فاطمه آه، خلينا نقول بعض التعليقات من ربعنا وحبايبنا في تويتر اترايكم اس اف 15 كي يقول مساء الخير صالح وفاطمه امانه صالح وصل سلامي لفاطمه عبد الله ومنور البرنامج آه، كوم باك ثانك يو سو ماتش حبايبي على الكلام الحلو اللي كاتبينه حسن يقول صالح وفاطمه يعطيكم العافيه وهدوا على فاطمه ترى غاليه علي لول مهدي مهديني ترى هي اختنا عشان كذا قاعد نخلي الحوار بهالطريقه، انا في جمله يعني انا ما احب دائما المدح اللي ينقال المذيعين بس الجمله مونستني اللي هو الناس همها ريال وبرشلونه وانا همي صالح راشد شلونه؟ الله بما ان فاطمه عبد الله موجوده معنا وضيفتنا ايضا كويت قانون تقول فاطمه عبد الله احد قال لك انك تشابهين الفنانه المصريه على غانم؟ لا بس بنسوي سيرتش نشوف علا شو لا فيها شبه بس علا غالب سويتان نعم ترى سويتان صالح وفتح يعني شو اسوي؟ انت قلتي قاعدة قاعد تعاني قاعد اعاني اي والله اكيد احنا مكملين في هذا الحوار المميز مع فنانتنا ونجمتنا فاطمه العبد الله لكن من بعد هذا الفاصل ويلكم باك الاحلى ورود على الشباك متواصلين مع مشاهدين الراي وبرنامج رايكم شباب ونجمتنا وردتنا لليوم اللي تطلع علينا وعليكم من خلال الراي فاطمه العبد الله فطوم انا شلون انا وياك ربع ولا تشكي يعني يعني مسلسل الجليب مع الفنانه الكبيره حياه الفهد طلعت شي جنطه ماركه دون انت كنت متعمده صح ولا غلط؟ هي مو جنطتي إنت انا اقول مو جلطتي بس هي هي شوف مو غلطه ممثل <applause> <applause> لان الممثل ما يدري انت الكادر شلون ماخذ ما المصور في <applause> مصور في ثلاثه مساعدي مخرج في ثلاثه مونتيريه في مخرج ففي سبع عيون غير عيونك بس انا م. كنت لان احنا قاعدين بهالشكل امل العنبري اطول مني فلما جت غطتني انا كنت قاعده هني هي إيه؟ هني فلما جت قعدت غطتني لاني انا وايد طويله انتم تعرفون يعني إنزل مستواي الطول إنزل انزين فالمخرج قلبنا قال لا انت قاعده هني وهي تقعد هني فانا جيت قعدت انا ما ادري شنو المحطوط يمي انا اصلا يعني مركزه بدورك وخادمتي معاي بالغرفه المخصصه للملابس عشان يعني الملابس عندها وجنطتي وموبايلاتي وكل شيء عندها يعني ما م. ما اخذ شيء وياي اللوكيشن لانه اوريدي احنا اللوكيشن مالنا بيت عربي قديم وفيه غبار ويعني العوامل عوامل الطقس وايد كانت مزعجه وكان لازم احد يكون عند الاغراض يعني انا فاهم اي كذي براكوري وقاعده الله وراكور هو الدراعه القديمه هذه وخلاص فالجنطة ما كانت جنطتي هذه شغلة بس هي مو غلطة ممثل لأن أنت معمل تراثي الكلينكسة صعب أنها تطيح نعم فما يصير يعني انا كممثله ان تكون في كلينكس بالارض اني انا والله اشيلها هذا صح. مو مو واجبي ولا دوري ان في جنطه ولا لا, لا؟ لا ما شفتها وللعلم انا انسانه جدا متعاونه باللوكيشن مو لاني انا الممثله فانا ما اجيز شيء بالعكس اذا راكور غلط او اللوكيشن يحتاج شيء بالعكس أنا واقول أقول هالجنطه اثرت وايد صح؟ اثرت على العمل؟ على صدق العمل انه خاصه انه تراثي يعني إيه بصراحه انا ما حبيت الشغله هذه يعني حتى سواء هي جنطتي او مو جنطتي انا تاثرت نفسيا لان هذه غلطه شنيعه ان تطلع في عمل مثل الجليد. نعم صحيح. أكيد. معنا الحين اتصال من الفنان المبدع الفنان محمد الصيرفي مساك الله بالخير. الله يصير شربك مساكم الله بالخير هلا يعني احنا ما راح نخلص من سالفة الجنطة. ما راح نخلص. يصير شربك محمد. انا جدا سعيدة بسمع صوتك على الهواء مساك الله بالخير. على راسي على راسي والله الله بالخير وكل عام وانتم بخير ولا متأخرة. <applause> ونحب نقول لجمهور الكويت والخليج كل عام وهم بخير ولو انها متاخره. وانت بخير وصحه وسلامه، سعداء ان اليوم محمد الصلافي موجود معانا، عاد احنا قاعد نتحرك فيها حبيبي انت انا تمام اخبارك. اخبارك؟ الله يسلمك والله الحمد لله بعد كذي مشتاقين لك محمد العيديه المتاخره كنايه عن بخلك فما تبي تعايدنا؟ اي لا والله لا والله توني اسمع بالعكس لا والله لا, لا والله زين العيديه الحلوه والمميزه ان في عمل راح يجمعك مع فاطمه عبد الله عما قريب هل صحيح هذا الكلام والله بالعكس اتشرف انا اشتغل مع فاطمه بالعكس فاطمه من يعني الويوه اللي الكويتيه هذا رقم واحد رقم اثنين تملك خفه دم بس آه ما تعرف شلون توظفها وهذا شيء طبيعي طيب باي ممثل كوميدي او كوميديانه احنا عندنا هني الممثلين لازم أن ينكتب لهم الكوميديان لازم ينكتب له يعني انا من الناس ما لقيت احد يكتب لي قمت انا اكتب حق نفسي. نعم صحيح. اللي هو كتبت المزواج صح؟ اي المزواج كان تاليفي م. وانتاجي والحمد لله. حلو. إن شاء الله في مشروع وبالعكس أتشرف إن تكون فاطمة وياي يا رب. أكيد إحنا بانتظار هذا العمل. محمد صير في بلوكيشن الله يعيننا. ليش يسوي مقالب؟ أكيد مقالب وشطانة و أنا أكثر واحدة أخر تصويري. أصير ياهل باللوكيشن. يعني محمد أنت يعني على الشاشة دائماً تسوي مقالب للفنانين، وحتى تحت الكواليس بعد أيضاً عندك مقالب وكاميرات خفية. والله هو شوف يعتمد على حسب الموقف وهو فيه وعلى يعني حسب المود يعني اذا كان مودي حلو ولقيت ان الموقف يسمح والمقلب كان مو ثقيل خفيف لا بالعكس اتلذذ اني اسوي هالشيء هذا حلو انت لك جمله محمد تقول انا مزاجي مزاج شغله شنو الشغله <applause> آه بعد الفاصل ان شاء, إن شاء الله, الله. بعد شاء الحلقه الحلقه كامله محمد اذا وجهنا لك دعوه للراي ورايكم شباب تقبلها اكيد طبعا ليش لا يا حبيبي هذا بيت الثاني وبالعكس نفتخر احنا بالراي والراي هذا سمت. يعني تلفزيوننا اكيد يعني ما نختلف يا قلبي بعد شبدي حبيبي محمد الصيرفي شلون؟ نبي موعد احنا نبي موعد موعد على الهواء والله ان شاء الله اتشرف انتوا حددوا إن وما خاطركم الا طيب ان شاء الله. زين زين نقول الثلاثه الجاي نعلنها الحين احنا الحين يقولونها ثلاثه الجاي محمد الصيرفي على تلفزيون راي لكم بوكي ورد من فاطمه العبد الله يوصل. خلاص الثلاثه <applause> الجاي آه انا مسافر انا مسافر زين قلبي عورني على البوكيه. متى ترد؟ هي سبونسر ما عليك لا لا والله اتشرف يا حبيبي بس ان شاء الله نحددها ان شاء الله نلتزم الحين نعم شكرا لك الفنان المبدع محمد الصيرفي على هذا التواصل في برنامج رايكم شباب وبانتظارك اكيد على الهواء فاطمة شكرا استاذ محمد قاعده اشوف يعني ما شاء الله مساع استاذه امال مديره العلاقات العامه في مسلسل هوامير الصحراء والفنان محمد الصيرفي حاسه ان اي احد قاعد تدخلين معاه تشتغلين معاه في كيمياء دائما تحرصين انه يكون بينك وبينهم علاقه طيبه انا لمست هالشيء هالشيء تحرصين عليه من على أثر ما اطفرهم فيبون يامنون شري ويامنون دقاتي فيحبوني انا وايد لوية يعني وبعدين لما اكون قاعده ويا ناس 12 ساعه يوميا احسهم اهلي خلاص صحيح امال عن جد يعني كنت لما انا اصف اغراضي وكذي فلما البس الطقم والبق عليه الجنطه ولا الشوز وانتم بكرامه وشي لا فطم لبسي هذا لا تلبسين هذا اولا اتقبل منها في فنانات تقول لها لا انت ترى انا ذويقه يعني انا لا اتقبل حلو احسها وما تقعد بغرف ممثلات انت عند فاطمه وامها نعم تقعد عندنا تاكل عندنا كل شغلها عندنا ترتاح عندي انا وامي تحس انها عائله وانا ازوق من اللوكيشن تحت قاعد يصورون مشهدي واشهد ورا مشهد بيتي <applause> الرئيسي اصعد سولف ها شنو يصبوا لي شاي ناكل احس أنها هي رحله اكثر ما هي يعني عمل اي لانه وتعب تعب 12 ساعه فاذا ما تقزر الوقت تسوي هالشيء انا ما اقدر اكمل 12 ساعه صحيح. بدون ضحك زين شنو قصتك مع شجون؟ مشكلتك؟ انا ما عندي مشاكل مع الشجون <تصفيق> <تصفيق> ما عندي مشاكل مع شو السالفه حتى. اللي صايره انا هذه الاسئله جايه <applause> من الجمهور اللي تابع فاطمه لما عرفوا ان فاطمه قالوا لي اسالها شو سالفتها مع الشجون على تويتر؟ انه صار في هوشه او مقارنه والتويتر الحين قاعد يخلق مشاكل صح. قاعد تتغير يعني حياه كامله عن طريق التويتر صح اشون ما عندي تويتر فشنو قصه اليوم قصة ذكريني على عشان نحط له اكونت اكونت له اكونت لا هو سألين اخوي الفنان حسين عبد الله نوجه له تحيه لانه دائما مسوي لي مشاكل. سالينا منو افضل عندك شجون او اختك؟ سالين هو اكيد بيقول اختي يعني هو ما قال حتى إيه. اختي حرام، قال ان شجون لها طابعها الخاص ولها نعم. ستايلها في التقديم وفي التمثيل، وفاطمه تختلف عنها اختلاف جذري وكلي. نعم. آه فاطمه في اشوفها بالبرامج الحواريه والسياسيه والثقيله، وشجون اشوفها في الانترتينينغ اكثر صح. يعني البرامج الترفيهيه والمسابقات. نعم. فاطمه تقدر تؤدي ما تق... تؤدي شجون بس هو يعتقد ان شجون ما تقدر تقدم سياسه او شيء ثقيل يمكن بحكم دراستها او بحكم ما, ما ادري يعني هو شنو وجهه نظره وانا ما ادري ما اقدر احكم على شجون هل تقدر, تقدر تقدم او لا وانا آه. اثق فيها ان عندها جمهور وحب من الجمهور وانا من جمهورها صح إن تقدر تشيل نفسها باي برنامج آه. بس حسين من وجهه نظره كان هذا الشيء فصار أن ليش انت تتكلم عن شجون كذي وصار انه يقولوا له انت مدير فاشل وصار انه انت ما ادري شنو فأهو يتقبل هالنقد دخلت بالسالفه انا ما دخلت هو سالف لي <applause> اه يعني انت شغل لا 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 أيه. انا ولا ادخل واسالوني لا. بعدين بتويتر وما رديت على احد وانا اترفع عن السجال الرخيص عن ترى الانترنتيه هذه صحيح. انا ما اتكلم فيها لان باكر تتصور الشاشه وتروح حقني وتتصور ويمكن ما اكون انا ويمكن اكون انا ف اللي يكلمني كان حين انا على الهواء انا من عشاق شجون وحسين اللي علمك يتابع شجون ويحب برنامجها برنامج المسابقات اللي تقدمه اي نعم وكلنا نحترمها كفنانه وما شفنا منها لك الخير لكن الاشياء اللي تصير هذه بتويتر تبقى بتويتر يعني نعم تغني اي ناطرين شو تغنين ان ايه شاء الله محمد صرفي متى قال بيقول لنا الجمله هذه كلش ما تغنين ابدا مستحيل ابدا تغير ولا ادندن حتى بيني وبين نفسي والله ذاك اليوم بالسياره قاعد ادندن اي هو هو بروح ويكره إيه صوتي بالسيارة؟ إيه؟ ما ادري شنو دندنت كان يقول لي ولدي انت منو قاص عليك قال لي صوتك زين <applause> احنا خلينا خلينا نعطيك شوية اعطوني الدفعه <applause> ونغني <و تصفيق> يعني احبك موت يا محمد مال شمس يلا عاشقتها انا يلا انت غني إيه. يلا لا انا ما اعرف اغني احفظها نطلع فاصل شو احبك موت يا صالح <تص> شغلنا بس محمد لا ما ما ينفع لا أبدان. لا ابدا ابدا كلش انت كريمه واحنا نستاهل مو ايه؟ انا جريئه انا اقول لي قومي نطي على الطاوله قوم بس <صفح> اللي غني بتقول قول لا في <applause> <لا لا. تصفيق> انت على جريئه اسوي انت لا. اطلبها فاطمه <صفح> <applause> <كتب> اكيد احنا استمتعنا يعني في هذا الحوار و... ودائما حريصين نعرف شنو جديدك في البرامج وايضا في المسلسلات اللي ان شاء الله كل جمهورك ناطرها مسلسلات مثل ما انتم سمعتوا <applause> في تناتيف حكي مني ومنك لغايه الحين ما صار شيء يعني اكيد كان وفي تم اعتذاري عن المسلسل اكيد انا صرحت عن مسلسل عبد العزيز مسلم هو من انتاج عبد العزيز مسلم قبل فتره كان المفروض ادش وياهم اللوكيشن لكن اعتذرت لظروف عندي برنامج مشوار هو مشوار يعني ناخذ الضيف فيه طلعه حلوه ظريفه نسوي معاه مشوار جميل هذا على فنون راح يستمر سيزن كامل صورنا منه كم حلقه وان شاء الله جاري التصوير بعد إن شاء, الله ان شاء الله بانتظار هذه البرامج والمسلسلات ان, شاء الله. إن شاء الله. نعم بشكل سريع وسؤال اخير لو قلت مم. لك الحين بهاللحظه تتخيلين نفسك مكان فنانه عالميه مشهوره على مستوى العالم انت تكونين مكانها ومحققه شهرتها ونجوميتها على مستوى العالم منو تختارين وليش؟ بسرعه بسرعه أيه؟ جينيفر لوبز عشان انا احب جسم جينيفر لوبز آه. ولونها آه. شكل يعني اي شكل متزوجه واحد وايد غني صدق؟ اي ومليونتين يعني <applause> بس طلقت منه مو طلقة. لا تزوج واحد آه. ثاني اه اوكي اوكي آه أيد هذا الشيء <applause> انا راح اشوف ان انتم نفس البرج ولا لا <applause> انا جينيفر؟ أيه؟ ان شاء الله اكون نفس برجها يا رب نفس حظها بس هي جريئه بملابسها انا هم اتجرأ اكثر بملابسها ما عندي نفسك حاليا فاطمه جريئه في في <تكتليفي> جريئه من من عائله لعائله تفرق يعني في في عوائل مثلا بنتهم ما تطلع لها ان طلعت بتنوره هذه جراه تعتبر احنا عائلتنا شوي يعني متفتحه اكثر مع ان حسين عندي وايد يعني متعصب ويقول لما تقولين كذي انا راح اطلع واقول لا انا ما عاجبني لبس اختي يعني فهي من من عائله لعائله تفرق انا ما اشوف نفسي في محيطي واسرتي ومجتمعي وتربيتي اني انا جريئه جوليا روبرت تبي وموهبتها الله جودي الله ممثله ناخذها اتصال ايش يعني في مادي وفي شخصي وفي غنى وفي جمال في <تصحيح> جميله بس يعني يعني لا انت مميزه دائما في طلتك وفخورين فيك كونك اعلاميه وفنانه كويتيه عربيه خليجيه حياتي استمتعنا بي. جدا في اللقاء الوقت الحلو دائما يمر بسرعه في انتظارك ان شاء الله في حلقات ايضا يا يا رايكم شباب دائما منورتنا فاطمه وكل الشكر اكيد لمصمم الازياء الكويتي محمد الطاهر على الازياء اللي لبسني اياها في حلقه اليوم نعم يعطيكم الف عافيه على هذه الحلقه احنا جدا استمتعنا ريلي وي هاد فان الاسد اطلع لي برا انت بعدين ابيك بسالفة انا اسف على اي شيء ترى مو قصدي كذا كان على اليوتيوب هذه كانت حلقات راح اشوفكم باكر مع الراي وبرنامج رايك الله اللي ما شاف الحلقه شوفها باكر الساعه 8 الصبح باي باي مع السلامه